السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك خطأ يقع فيه البعض في موضوع إجراء النظرة الشرعية للخطيبين، فتجد البعض أنه لا يقتصر على النظرة الشرعية وإنما أيضاً على المصافحة، يقوم الخطيب بمصافحة الخطيبة مثلاً، وربما يصافح أيضاً أهل الخطيب، المخطوبة يصافح أمها مثلاً، كما أنه ربما الأم لا تتقيد بالتحجب الشرعي المطلوب على أساس أن هذا خطيب ابنتها. وأيضاً البعض لا يقتصر على مجرد النظرة وإنما أيضاً يتسع المجال للمحادثة والدردشة، زين، بحجة يريد أن يتعرف على منطقها وعلى كلامها وعلى ربما سلوبها. على كل حال، وأيضاً نجد البعض الأهالي عندما يريدون أن يدخلوا البنت يدخلوها بزينة مغيرة لواقع ملامحها، مو الملامح الطبيعية وإنما ملامح تختلف عن الواقع، سواء من حيث اللون، من حيث سعة العينين، من حيث لون العين العيون مثلا أو غير ذلك. فهذه الأشياء طبعا خاطئة من الجهة الشرعية، خاطئة من الجهة الشرعية. فإن النظرة الشرعية وإن كانت هي جائزة شرعا وقد جعلها الشارع المقدس من أجل المصلحة ودفع المفسدة، لأن الحياة الزوجية تقوم على التوافق وعلى تمام الرغبة بين الطرفين، ولا إشكال أن من ذلك المظهر الخارجي. ما نقدر ننكر والله أن مظهر فتاة له تأثير في استدامة العلاقة الزوجية وكذلك العكس. فمن أجل هالمصلحة الشارع المقدس رخص في النظرة الشرعية، واضح ولا لا؟ ولكن هذا حكم استثنائي، هذا حكم استثنائي من حرمة نظر الأجنبي للأجنبي. الأصل أنه لا يجوز للأجنبي أن ينظر للأجنبي، خصوصا ما عدا الوجه والكفين. الوجه والكفين هذا بحث آخر، لكن الشعار، ذراعين، الساقين، هذا كله يجوز للخطيب أن ينظر إليه، لأن النظرة الشرعية لا تمنع أن ينظر إلى المحاسن، من شعر، من صدر، من يدين، ماكو مانع. فإذا هذا حكم استثنائي، وبما أنه حكم استثنائي يجب الاقتصار على الحد الذي قد حدده الشارع المقدس. وقد ذكرنا سابقا أن الشارع قد وضع شروط وقيود، أولا في أصل الرؤية، هل يجوز للإنسان أن ينظر مجرد أنه يريد أن يخطب أو كذا أو له قيود؟ طبعا هناك قيود، أولا لابد أن يكون قاصدا فعلا للزواج، مو أنه مجرد أن يطلع على عورات الناس، هذا الأمر لا يجوز شرعا، زين. اثنين، أن لا يكون هناك مانع من الزواج منها. أما إذا كان هناك مانع من الزواج من أفرض ولي البيت لا يقبل بالتزويج مثلا، إذا ما لا معنى لأن تنظر إليها، أو هي لا تقبل رافضا مثلا الزواج، إذا لا فائدة منه. وهكذا، إذا هذا أصل النظرة. وأما في طريقة النظرة وكيفية أيضا هناك شروط. أولا أن الموضوع يقتصر على النظرة ولا ينسحب إلى الملامسة، الملامسة لها حكم والنظر لها له حكم آخر. حتى في قضايا العلاج الطب نحن نقول الأطباء قد يجوز لك النظر ولا يجوز لك الملامسة، ماكو تلازم بين الملامسة وما بين النظرة، وقد يجوز الملامسة ولا تجوز النظرة.
إذن هذا لا يجوز الملامسة، فالمصافحة هذا محرم. اثنين، أن النظرة تقتصر على المخطوبة، ما تشمل بعد الأم وأخوات الأم وعيلة الأم بعد كلها يقعدون في مجلس وكذا، لا، هذا لا يصح، لا يجوز شرعا. ثلاثة، أن المقصود من النظرة الشرعية هو التعرف على الملامح الظاهرية الجسدية، مو التعرف على فصاحته وكلامه وأسلوبه، لا، هذا موضوع آخر، هذا فقط الشرع يريد أن تأخذ معرفة إجمالية، وهذا قد لا يستغرق أكثر من دقيقة دقيقتين بالكثير، يعني شو القضية؟ هذا طالع شو طولها عرضها لونها كلها، انتهت القضية بعد خلاص، أكثر من ذلك بعد لا يجوز. فلهذا إطالة الجلسة والدردشة هذا كله تجاوز عن الحد الشرعي، واضح؟ أيضا لابد أن نعرف أن الملاك والغرض من النظرة الشرعية هو التعرف على واقع ملامح البنت، لهذا احنا نجي نصبغ البنت بألوان ومكاييج ونخفي عيوبها، هذا نوع من التدليس، هذا النوع من الغش، محرم، لا يجوز شرعا أن يقوم أهل البنت بهذا. نعم قد تكون زينة بسيطة متعارف على كحل أو مثلا بعض مثلا بودر البسيطة، ماكو مانع، الذي لا يغير الملامح. إذن معنى ذلك أن النظرة الشرعية لها حدود، وتجاوز هذه الحدود محرم شرعا، لا يجوز. وإذا نريد أن نتخلص من هذه المحظورات الشرعية، أكو طريقة كما يستخدمها بعض المؤمنين وأنا أنصح بها، وهو إجراء عقد الزواج المنقطع. خلاص الله حلنا زواج منقطع، ساعة، ساعتين، نصف ساعة، ماكو أي مانع يعني. فممكن أنه قبل أن يأتي يقوم الأب أو الولي الشرعي بإجراء، ولا يحتاج إلى عاقد ومحكمة وغيره، لا أبدا، الأب البيت مع الزوج بينهم مع بعض، يعني ربما يتفقون على المدة ساعة ساعتين يوم يومين وعلى مهر لابد من، وانتهى القضية، وزوجتك نفسي على المهر المعلوم للمدة المعلومة ويقول قبلت وانتهى القضية. هذا العقد يحل لك المشاكل، خلاص انتهت القضية، يقدر يشوفها، يقدر يصافحها، يقدر يقعد يدردش وياها مدة، أيضا أم الزوجة تعتبر محرم له، فانتهت الإشكالية وخلصت القضية بعد. إذا ماذا أردنا أن نتخلص من الإشكال هذا، وأما إذا أريد نتقيد، قد البعض يقول لا شنو أنا أزوج بنتي زواج منقطع، ما أنا ما أزوج الحكي، أخو ما تريد تزوجها لا تزوجها، لكن إذا تقيد بالقيود الشرعية. أحد عنده سؤال؟ نعم. ما يحتاج عدة، لا، هذا السؤال جيد، يقول بعد ما تنتهي المدة هل فيها طلاق؟ لا ما في طلاق. زين هل هناك عدة؟ لا ماكو عدة، لأن ما مدخول بها، فقط من دون دخول، مجرد ينتهي الوقت خلاص انتهت العلقة ما بين الخطيب وخطيبته، وصلى الله عليه وسلم.